سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين إضافة إلى أضرار مادية جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. رئيس مركز المصالحة الروسي في حميميم يعلن سيطرة قوات النظام على كامل منطقة الغوطة الشرقية بعد انتهاء عمليات التهجير، مؤكدا أنه سيتم إدخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما. تنظيم الدولة يسيطر على قرية السيال شرق مدينة البوكمال بعد اشتباكات مع قوات النظام إثر اقتحامها من قبل التنظيم وسط غياب طائرات النظام وروسيا الحربية في المنطقة. البيت الأبيض يقول إن القرار النهائي بشأن توجيه ضربة لسوريا لم يتخذ بعد، ويؤكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن سوريا، وأن الضربة الجوية التي ذكرها الرئيس ترامب في تغريدته أحد الخيارات بشأن سوريا. رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تستدعي كبار وزرائها لحضور اجتماع حكومي خاص لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في عمل عسكري محتمل ضد سوريا بسبب الهجوم الكيماوي على دوما. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول إن لدى فرنسا دليل على أن الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا من قبل قوات النظام، وسنرد في الوقت المناسب.